أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه المحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد الإحسان بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار أمه، ضمن الأساسية الدعوية والثقافية التي نظمتها وتنظمها وزارة الأوقاف، وتتنقل بها في مساجد مصر العامرة لتنشر الوعي والفكر الوسطي وسماحة الدين الإسلامي وتنشر الثقافة بين أفراد مجتمعنا الحبيب المجتمع المصري. كل ذلك يؤدي للأخذ بأيدي المجتمع ويعمل على تنمية المجتمع وعلى نهوضه، كما يعمل على نشر الثقافة ونشر الوعي ونشر الفكر الوسطي، كما يعمل على نشر السلام والوئام والترابط بين أفراد المجتمع. فتحية إهلال وتعظيم نكررها دورا إلى القائمين على هذا العمل. أيها الأحبة، لقاؤنا اليوم يدور حول عنوان في غاية الأهمية، وهو ذكر الله وأثر ذكر الله عز وجل في تهذيب النفوس. ويحضر معنا في هذا اللقاء كوكبة كريمة جليلة من علماء وزارة الأوقاف ومن قيادات وزارة الأوقاف، يتقدمهم فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن مدير إدارة شؤون الإدارات الفرعية بأوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ حسين راضي مدير إدارة أوقاف الشروق، وفضيلة الشيخ حسام صبري المفتش بأوقاف الشروق، وفضيلة الشيخ محمد عبد الكريم إمام وخطيب مسجد الإحسان. كما يحضر معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك مجلس إدارة مسجد الإحسان بمدينة الشروق، وعلى رأسهم سعادة اللواء أحمد الملا رئيس مجلس إدارة المسجد. يحضر معنا جمع غفير من رواد هذا المسجد العامر المبارك ومن أهالي مدينة الشروق الذين جاءوا ليستمعوا إلى القرآن الكريم وهو يتلى، جاءوا ليستمعوا إلى كلمة العلم من علمائنا الأجلاء، جاءوا ليستمعوا إلى الدعاء إلى الابتهال في هذا اللقاء الطيب المبارك. أيها الأحبة، معنا في هذا
الليلة المباركة وفي هذا اللقاء الدعوي الثقافي قارئا فضيلة القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، ومبتهلا فضيلة الشيخ محمد الجزار. ومعنا من المتحدثين اليوم عالمان وعلمان من أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر. معنا فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف القاهرة. ومعنا فضيلة الدكتور الشيخ على الله شهادة الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. أيها الأحبة، بأحلى الذكر وبخير الكلم دائما نبدأ اللقاء تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
عاديا في أسندس خضر وإستبرق
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بها صبري.
وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا في خشوع وإنصات إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة تلاها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، وقد كانت خير بداية لهذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف ضمن أسابيعها الثقافية التي تجوب مساجد مصر العامرة، وهذا هو اليوم الأول من هذا الأسبوع الدعوي الثقافي الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإحسان بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة. أيها الأحبة، موضوع لقائنا اليوم هو ذكر الله وأثره في تهذيب النفوس، وكما أخبرنا مولانا سبحانه وتعالى في عليائه بقوله: ألا ذكر الله تطمئن القلوب. حديث علمائنا الأجلاء اليوم يدور حول ذكر الله سبحانه وتعالى وأثر ذلك الذكر في تهذيب وتربية وتقويم النفوس. يحدثنا الآن عالمنا فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف القاهرة. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، نحمده سبحانه على النعماء والسراء، ونستعينه على البأساء والضراء، ونعوذ بنور وجهه الكريم من درك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء اللقاء، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الأمة ومحى الله به الظلمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد، فالشكر موصول لراعي هذه الأسابيع الثقافية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والشكر موصول للقائمين والمخططين لهذه اللقاءات الطيبة، كما أشكر أيضا فضيلة الشيخ إمام المسجد ومجلس الإدارة الموقر المحترم على حفاوة الاستقبال. أيها المستمعون الأكارم، ذكر الله تبارك وتعالى من أجل العبادات التي يتقرب بها الإنسان
إلى ربه تبارك وتعالى. فقد خص الله عز وجل بك المصطفين من خلقه من الأنبياء والمؤمنين، فخص به سيدنا زكريا عليه السلام بعد أن من عليه بالولد كما جاء في قوله تعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. سيدنا زكريا لما رأى الكرامات التي امتن الله بها على السيدة مريم التقية النقية العفيفة الطاهرة، ورأى صنع الله عز وجل بها، تعجب وقال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنا وقد بلغ من الكبر عتيا، طلب من الله عز وجل أن يرزقه الولد الصالح، وهو يعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه لا شيء يجري في الكون إلا بإرادة الله. في سن الكبر قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. بعد أن امتن الله به بهذه النعمة ذكره بالمنعم فقال: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وخص به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما من عليه بالرسالة فقال: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وخص به وشرف المؤمنين من خلقه فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال سيدنا عبد الله بن عباس: لم يفرض الله عز وجل فريضة إلا وجعل لها حدا معلوما منتهى إليه. وعذر أهلها في حال العذر إلا الذكر، لم يجعل له حدا ينتهى إليه، ولم يعذر أحدا بتركه إلا مغلوبا على عقله، إلا من فقد عقله إنسان، لأن العقل هو مناط التكليف. ولم يعذر أحدا بتركه إلا مغلوبا على عقله، وأمر به في كل الأحوال، كما قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم عند الصحة وعند المرض بالليل والنهار في السفر وفي الحضر في السراء وفي الضراء ولمن. وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأحبابه من المؤمنين، كما جاء في الحديث الصحيح حينما سأله الرجل: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت، فدلني على شيء أتشبث به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى. لسانك دائما في ذكر دائم لله تبارك وتعالى، بقراءة القرآن، بالتوبة، بالاستغفار، بالتسبيح، بالتكبير، بالتهليل،
بكل شيء يذكرك بالله، بقضاء حوائج الناس، بتبسمك في وجوه إخوانك من بني الإنسانية، بتنفيس الكروب عن المكروب، بقضاء حوائج الناس، كما قلت بكل شيء يذكرك بالله تبارك وتعالى. كما أن ذكر الله عز وجل لمن اتخذه ديدنا باب من أبواب تنفيس السرور والنجاة عند الشدائد والمسمس. قول الله تعالى حينما ألقي بسيدنا يونس في عرض البحر والتقمه الحوت وهو مليم، ماذا قال؟ هنا في ظلمات ثلاث قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذكر الله عز وجل بقلب خالص أحسن الظن بالله، فكانت النتيجة أن نجاه الله كما قال الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وفي موطن آخر فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا حال من ذكر الله حبا في الذكر وحبا في الله وحسنا للظن في الله، لأن الله هو القائل في الحديث القدسي الذي رواه سيدنا رسول الله عن رب العزة والذي يقول فيه أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. معية الله معك، معية التوفيق، معية النجاة، معية التيسير، وأنا معه إذا ذكرني، إذا تحركت شفتاه بذكره تبارك وتعالى. كما أن ذكر الله عز وجل علاج للهم والغم والأرق والتعب، إذا خرج من قلب موقن بالله، إذا خرج من قلب يحسن الظن والثقة في الله، كما قال الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يدخل في كل شيء يذكره بالله، كان يقول لسيدنا بلال أرحنا بها، أيدخل في الصلاة؟ أقم الصلاة يا بلال، أرحنا بها يا بلال حتى ينعم بمعية الله عز وجل، حتى يعيش في كنف الله، حتى يعيش في كنف ذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلاحك ونجاحك وتوفيقك في كل عمل في الدنيا والآخرة معلق على الإكثار من ذكر الله. قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. لماذا؟ لماذا؟ لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أيها المستمعون الأكارم،
إنها عبادة عظيمة وميسورة، وهي رزق يسوقه الله عز وجل لمن أحب. فإن أحببت أن يحبك الله فأكثر من ذكره تبارك وتعالى، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اجعل يا رب جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا مننا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. الشكر موصول لكم على حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الإمام الشافعي عندما قال: شكوت إلى وديع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. هكذا أيها الأحبة، استمعنا واستمتعنا بهذه الكلمة الطيبة المباركة التي ألقاها فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف القاهرة، والتي حدثنا فيها عن ذكر الله عز وجل وأثر هذا الذكر في تهذيب النفوس وفي تقويمها، وكيف أن ذكر الله عز وجل يوصلنا إلى الفلاح وإلى الصلاح وإلى الفرج وإلى محبة الله سبحانه وتعالى. وعيشنا فضيلته مع أنبياء الله عز وجل عندما ذكر لنا ذكر نبي الله عز وجل يونس الذي التقمه الحوت. في هذه اللحظات لم يفكر سيدنا يونس عليه السلام في أي شيء إلا في ذكر الله، فقال: والله لأذكرن الله تعالى في مكان لم يذكره فيه أحد من قبل، وهو بطل الحوت. وذكر الله عز وجل وجاء ذكره ممزوجا بالدعاء والتضرع إلى الله أن يفرج الله كربه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيها الأحبة، ما زلنا وإياكم في هذا النقل المباشر من رحاب مسجد الإحسان بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة. هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف ضمن الأسابيع الثقافية الدعوية برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار قمر. وهذا هو اليوم الأول في هذا المسجد العامر، مسجد الإحسان، واللقاءات ممتدة في هذا المسجد بمشيئة الله تعالى إلى نهاية هذا الأسبوع، وكل يوم تلتقون بعلماء جدد وبقراء جدد وبمنتهين جدد
وتستمعون إلى موضوعات مهمة. القائم على هذا العمل جزاه الله خير الجزاء وجزى الجميع خير الجزاء، يحرصون على أن تكون الموضوعات موضوعات تمس وتهم جميع أفراد المجتمع، موضوعات تأخذ بأيدي هذا المجتمع إلى التقدم، إلى النمو، إلى الازدهار، إلى السلام، إلى الوئام، إلى المحبة، إلى الارتباط، إلى التواصل، إلى الاستفادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم وميزان حسناتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم آمين. الآن نستمع إلى كلمة عالم جليل أيضا من علماء وزارة الأوقاف، وهو إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، فضيلة الدكتور الشيخ على الله شحاتة الجمال، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد. فقد ذكر شيخنا ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وارضاه قال: من فاته كثير من الطاعات وأراد أن يستدرك ما فات من عمره، فاته قيام الليل، فاته الإنفاق، فاتته الصلاة على رسول الله، وأراد أن يعوض، فعليه أن يذكر الله بالأذكار الجامعة. والأذكار الجامعة هي التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجته جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها لما دخل عليها بعد صلاة الصبح، ثم تركها إلى وقت الظهيرة وكانت تذكر الله سبحانه وتعالى، فقال لها صلى الله عليه وسلم: لقد قلت أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن، أي لرجحت عليه. قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماتي. فمن أراد أن يعوض ما فات من عمره فعليه أن يذكر الله بالأذكار الجامعة. ثم قال: ومن أراد أن يعوض الطاعات فعليه أن يشتغل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. قال: فإن الله لو صلى عليك صلاة واحدة، لا عشرا، صلاة واحدة، لرجحت صلاة الله على كل الطاعات التي فعلتها في حياتك. فإنك تذكر على قدر وسعك، وهو فإنك تصلي على رسول الله على قدر وسعك، وهو يصلي على قدر ربوبيته سبحانه. ثم وقفنا على معنى الكسرة، اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال بعض العلماء: معنى الكسرة أن تذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا، أي على جميع أحوالك. وقال بعضهم: معنى الكسرة أن تذكر الله في المواقف، فإذا ما تناولت الطعام قلت بسم الله، فإذا ما انتهيت قلت الحمد لله، إن تعرضت لبلاء شكرت الله وحمدته،
إذا دخلت المسجد قل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذا دخلت الخلاء قل بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. عند النوم باسمك ربي وضعت جنبي أن تذكر أذكار الصباح والمساء. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. فوقفنا على حقيقة الذكر. قال بعض العلماء: حقيقة الذكر معناها طرد الغفلة والنسيان، أن تبعد الغفلة والنسيان. وقد استلهم هذا المعنى من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال بعضهم معناه أن تطرد الغفلة والنسيان. فما علاقة الذكر بتهذيب النفس؟ قال سعيد بن جبير: ذكر الله هي خشيته، الخوف من الله. فذكر العين أن تبعدها عن المحارم، وذكر اللسان أن تصون هذا اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب، ذكر الجوارح. وقال بعضهم: الذكر الذي يهذب النفوس هو الذي تستحضر فيه معنى المراقبة. ولذلك عندنا ما يسمى بذكر الرعاية: ذكر السناء وذكر دعاء، ذكر سناء سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ذكر الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وما هو ذكر الرعاية؟ واستحضار معنى المراقبة. قالوا: أن تقول في نفسك: الله مطلع علي، الله يراني، الله مطلع على أحوالي. هذا هو ذكر الرعاية. وقفوا على هذه المعاني. حتى كنت قد قرأت عن بعض أهل الله أنه قال: تهذيب النفس وخاصة الأمارة بالسوء الذي يعالجها أن تكسر من ذكر لا إله إلا الله، فإن للذكر وقع على القلب. والغرض من ذكر اللسان أن تصل إلى ذكر القلب، فإذا ما استقام القلب استقامت الجوارح. هذه هي علاقة الذكر بتهذيب النفوس. فذكر الله سبحانه معناه أن تستحضر الخشية، أن تستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يرى ما بداخلك ويطلع على ضميرك، أن تراقب الله سبحانه وتعالى. ثم تحدث الإمام العز عن فضل الذكر وشرفه، وقال: الذكر هذا من الطاعات والعبادات السهلة، لكن ثوابها عظيم. قالوا: كيف ذلك؟ قال: الأمر لا يتعلق بالمشقة، فقد تكون المشقة يسيرة سهلة في العبادة ويكون الأجر عظيم. ثم استدل بهذا الحديث: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، انظروا إلى هذا الثواب، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم. ما هو هذا العمل؟ قال: ذكر الله. هنا وقف الإمام العز واستدل بهذا الحديث. قال: الأمر لا يتعلق بالمشقة، فالثواب عظيم والمشقة يسير، وذلك لشرف الذكر، لأنك إن ذكرت الله في ملأ ذكرك الله في ملأ خير. فعلاقة الذكر هذا بتهذيب النفس أن تستقيم الجوارح. وهذا هو الذي ذكره الشيخ عبد القادر الجيلاني في فتوح الغيب،
قال الذكر عندنا أن تذكر الله بقلبك وأن تحفظ جوارحك عما حرم الله. هذه حقيقة الذكر كما قال سعيد بن جبير: ذكر الله خشيته، الخوف من الله، أن تستحضر معنى المراقبة، الله مطلع علي، الله يراني، الله عالم بأحوالي. فنسأل الله سبحانه أن ينفعنا بذكره، ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا لذكره، وأن نشغل أنفسنا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اشف مرضانا ومرضى الناس أجمعين، ارحم موتانا أجمعين، فرج يا ربنا كرب المكروبين، اقض حوائجنا وحوائج الناس أجمعين. اللهم أعط كل سائل سؤلا فيما يرضي الله ورسوله يا رب العالمين، احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلت أعرف بالإساءة دائما، ويكون منك العفو والغفران، لم تنتقصني إذ أسأت وزدتني حتى كأن إساءتي إحسان. هكذا أيها الأحبة حدثنا فضيلة الدكتور الشيخ على الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، وأحد علماء وزارة الأوقاف. حدثنا هذا الحديث الطيب الذي بين لنا فيه كيف أن ذكر الله عز وجل يكون فيه العزة والقوة والمدد، وبين لنا فضيلته فضل ذكر الله عز وجل وثواب الذكر، ثم أخذ في الحديث عن أصل الذكر وكيف أن ذكر الله عز وجل جامع للعبادات. فاللهم اجعلنا من الذاكرين الحامدين المسبحين يا أرحم الراحمين. ما زلنا وإياكم ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك، اللقاء الدعوي الثقافي من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإحسان بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة، ضمن الأسابيع الثقافية التي تنظمها وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار بن عمر. نصل الآن أيها الأحبة إلى ختام هذا اللقاء. بدأناه بأحلى الذكر وبخير الكلم بالقرآن الكريم والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والآن يختتم هذا اللقاء بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والابتهال إليه ونحن في بقعة طاهرة مباركة. قال عنها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: خير البقاع في الأرض المساجد. وفي هذه اللحظات الكريمة التي فيها تتنزل علينا بمشيئة الله الرحمن والسكينة من المولى سبحانه وتعالى كما أخبرنا بذلك حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم،
الآن أيها الأحبة نضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد الجزار. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا يا أكرم الأكرمين محب الله لا تويدا ويكره أن يكون له ديا محب Oh.
الشيخ محمد. وقلني النبي غالي، اهل غالي
رسول الله المسك فاحي مسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء طول عمري بتمنى أشوفك والمسك صبرت نفسي لا حديثا وقل طفل أرى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى وشكوت الأمر إليه من عند رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومدحت بطيبة ودعوت بطاعة الله ومدحت بطيبة طه ودعوت بطاعة الله أن يحشرني أواه أن يحشرني أواه اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي تتوب لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الطهر والكرم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله هكذا أيها الأحبة استمعنا إلى هذه الأدعية والابتهالات قدمها لنا فضيلة المبتهل الشيخ محمد الجزار وكانت خير ختام لهذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي نقلناه لحضراتكم من هنا من رحاب المسجد الإحسان بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة
أيها الأحبة، كان معنا قارئا اليوم فضيلة القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد الجزار، وكان معنا من السادة المتحدثين فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور الشيخ على الله شحاتة الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. حضر معنا هذا اللقاء كوكبة من علماء وزارة الأوقاف، حضر معنا فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن مدير إدارة شؤون الإدارات الفرعية بأوقاف القاهرة، فضيلة الشيخ حسين راضي مدير إدارة أوقاف الشروق، فضيلة الشيخ حسام صبري المفتش بأوقاف الشروق، وفضيلة الشيخ محمد عبد الكريم إمام وخطيب مسجد الإحسان، كما حضر معنا مجلس إدارة مسجد الإحسان وعلى رأسهم سعادة اللواء أحمد الملا رئيس مجلس إدارة المسجد، وجمع الوفير من رواد هذا المسجد العام بين رجال وشباب وأشبال وأطفال، وأيضا في الخلفية الأخوات النساء، الكل جاء يسعى إلى ذكر الله عز وجل، يسعى للاستماع إلى القرآن الكريم، إلى التزود من العلم والاستماع إلى السادة العلماء، جاءوا إلى الدعاء إلى الانتهاء إلى الثقافة إلى الفكر الوسطي إلى الوعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علماءنا الأجلاء، وأن يحفظ مساجدنا، وأن يجعلها عامرة مؤدية لرسالتها إلى يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، وأن ينصرها بنصره، وأن يرزقها برزقه، وأن ينزل عليها الأمن والأمان والسلام والرخاء، وعلى جميع بلاد العالمين. نتوجه بخالص الشكر إلى إدارة هذا المسجد على حسن التنظيم وحسن الاستقبال، وجزى الله جميع العاملين والقائمين على هذا العمل خير الجزاء، وغدا يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى. حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.